حينما كان أبو عبيدة يؤلف الكتب العلمية التي قدم لها المشايخ والعلماء، أنت لم تكن في ذلك الوقت تعرف شيئا في العلوم الشرعية. لكن الكارثة يا شرموك يا كبير، لاحظت هذه السفالة؟ عيب عيب، هذه سفالة. اسمين يا ابن شرموك هذا الكلام الخبيث، فالكلام الخبيث هو ضلال لإخراج المشركين من التكفير. فماذا فعل؟ انظر ماذا فعل، أخذ يلقي شبهات القبورية بأنه يا جماعة إحنا ما نستغيث استغاثة دعاء الأموات، لا إحنا نستغيث بمعنى نتوسل وابتغوا إليه الوسيلة. ها، ولعبة القبورية هذه. الآن أبو عمر الباحث يقول أن الاستغاثة هي التوسل، وترى ما في فرق بين الاستغاثة والتوسل، كلها بمعنى واحد، كلها زي بعض عند هؤلاء العلماء. والمعنى الثاني للاستغاثة معنى التوسل، بأن تطلب من الله ولكنك تتوسل إليه سبحانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء من الشافعية كالسبكي وابن حجر الهيتمي والسيوطي وغيرهم، هؤلاء يعدون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به والتوجه به شيئا واحدا. كل ذلك شيء واحد. وهذا ما رد عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى صفحة 101 بعد سؤال طويل ورده، قال الجواب الحمد لله رب العالمين، ثم قال ولم يقل أحد توسل بنبي هو استغاثة به، ثم قال وقول القائل إن من توسل إلى الله بنبي فقد استغاث برسوله حقيقة، أي أن التوسل والاستغاثة بمعنى واحد. يقول وقول القائل هذا قد كذب عليهم، فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به. ارجعوا إلى سياق الكلام حتى لا يقال أن هناك اشتثاء. لا أمل أبدا من الإعلان أني على اعتقاد سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فما الذي تغير؟ أي والله يا أبا عمر، ما الذي تغير؟ هذه الكلمة التي كنت تقولها على الشيخ عبد الرحمن دمشقية، الآن ماذا سيصنع حتى يعزز هذه الشبهة، شبهة القبورية بأن الاستغاثة ليست شركا؟ من أي كتاب سيستشهد بها؟ استمع بنفسك لترى بعينك. ولكي يستبين الأمر سأنخر لكم والله أنك صدقت وقد نخرت، كم من نخر يا ناخر. سأنخر لكم هنا كلام العلامة السبكي رحمه الله، خلي بالك، اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. تمام، أول خطأ أنه يستشهد بالقبور السبكي اللي تحدث عنه تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية ابن عبد الهادي، ووصف كتابه هذا الذي يستدل به الناخر بكتاب عباد القبور. شيء عجيب والله، سلفي كما يقول ينتقل من مكافحة الشبهات إلى ناثر الشبهات، ويستدل بشبهات القبورية على أهل السنة. أنا فعلا لا أدري ما الذي جرى لك. ثانيا، هذا الكتاب كان ردا على شيخ الإسلام في رده على شبهة القبورية في تلبيسهم على العامة بأن الوسيلة والاستغاثة ليست بمعنى واحد، وبأن هؤلاء القبورية يلبسون على العامة ويقولون للعامة ترى عملكم هذا ليس شركا وليس استغاثة شركية، بل هي وسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، حتى ولو كانت بصيغة الاستغاثة فهناك مفعول محذوف. وهذه التلاعبات، ولو نزلت قليلا بالصفحة يا أبا عمر الناخر، فقط قليلا، لافتضح أمرك واتضح أن الكتاب يرد فيه على شيخ الإسلام بن تيمية، لأن شيخ الإسلام فضح شبه القبورية، وأنت اليوم
تعيد إحيائها يا أبا عمر، ولكنك حجبت اسم شيخ الإسلام كي لا يتبين قصدك وتلبيسك على الناس ومتابعيك بعبارات إعلامية تضحك فيها على عقول الصغار وينخدع من اغتر بك وأحسن الظن بك. للأسف، للأسف والله يا أبا عمر، لاحظوا تحت هذا السطر بالضبط أين كلمة ابن تيمية، وراجعوا صفحة الكتاب، تمام؟ وهذا لأنك يا أبا عمر فقير في الأدلة، ذهبت تشاغب وتبتر وتقص الأفعال التي كنت تنكرها على العلمانية والملاحدة، تبتر وتقص على حسب على حسب هوى شيخك النقادي. للأسف يا أبا عمر، حقيقة لا أعلم ما الذي جرى لك، هذه الكلمة التي كنت تقولها للدمشقيان، ما الذي جرى لك، ما الذي تغير؟ وقد كنت والله أحسن الظن بك كثيرا، ولكن سبحان الله المواقف والفتن تظهر معادن الرجال. ثالثا، الكتاب هذا الذي يستدل منه تحت رعاية من؟ من تتوقعون؟ المكتبة المتخصصة بالرد على الوهابية، أهلا وسهلا، حي الله أبا عمر الناخر. تستدل بالسبكي القبوري وبالكتاب الذي وصفه ابن عبد الهادي بأنه كتاب عباد القبور، وبالكتاب الذي ألفه صاحبه للرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، وبكتاب تحت رعاية متخصصة بالرد على الوهابية. أنا والله حقيقة مصدوم، والله إني مصدوم فعلا، لم تعد باحثا وإنما كما أنطقك الله بلا قصد منك أصبحت ناخرا بعيدا عن البحث الموضوعي السليم. يا أبا عمر، هل أنت فعلا سلفي؟ هل أنت فعلا سلفي أو ما زلت سلفيا؟ الحقيقة أنا أصبحت ما أدري، أرجو أن لا تكون كذلك، أرجو أن لا تكون كذلك، وأن لا نكون قد خدعنا، أرجو أن لا نكون قد خدعنا بك. فلا عليك في تسميته توسلا أو تشفعا أو استغاثة. بالضبط، هذا عين ما رد عليه شيخ الإسلام بن تيمية، لأنهم بهذا يريدون للعامة أن يستمروا بزيارة القبور والأضرحة وأن لا يقتنعوا بحجج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أو تجوها أو توجها، لأن المعنى في جميع ذلك سواء. طبعا هذه الصورة من الاستغاثة ليست شركا، وأنا الآن لا أتحدث عن حكم هذه الصورة من الاستعانة. سبحان الله، ليست شركا، حكمها أنها ليست شركا، ولكن أنا لا أتحدث عن الحكم الآن. طب أنت حكمت خلاص، أنت قلت أنها ليست شركا، والله أنا لا أعلم كيف المتابعين مندمجين معك مسلمين عقولهم يستمعون إليك دون أن يدققوا ويراجعوا بأنفسهم للمصادر. اتعب على نفسك شوية. طيب قد يقال بس ترى هو صح ما قال إنها شرك لكنه يراها حراما وليست شركا، نقول هذا أيضا رد عليه شيخ الإسلام بن تيمية وعلى من يقول أنها حراما وليست شركا، وهم كثير من الصوفية يقولون بهذا القول. ليه؟ لأنهم لا يريدون أن ينكروا على القبورية ويقولون إحنا نرى حرام لكن لا تقولوا شرك شرك وتخوف الناس. لاحظت؟ هم يقولون نحن نقول أنها حراما تورعا، هذول بعض القبورية رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية، لكن لا تخوفون الناس وتقولوا لهم شرك شرك شرك، ها؟ فلاحظت لماذا يقولون أنها حراما؟ لأن الحجج قوية لا يستطيعون ردها، لكنهم يريدون هؤلاء الصوفية أن الناس تستمر. لماذا؟ الله أعلم، قد تكون هناك مصالح لهم دنيوية أو أيا كان. ولكن في نفس الوقت أريد وضع فعل الإمام السيوطي في موضعه الصحيح حتى لا يظلم. بالضبط، نفس الكلام اللي قلناه قبل شوي، حتى لا يظلم. يعني شوفوا، أنتم انتقدوا الخطأ عادي لكن لا تقولوا شرك، لا تقولوا مشرك،
سبحان الله. بعدين تزعلون من كلمة مميعة، تزعلون من كلمة مميعة، هذا ماذا يسمى؟ هذا ماذا يسمى؟ طيب وين خبص وخلط أبو عمر الباحث في خضم هذه الفتنة التي دخلها بلا علم وللأسف؟ نشوف وين خبص كمان. طيب هنا الإمام النووي ذكر نوعين صح؟